الاجتماعات بدر ما زالت مستمرة أم انتهت، وما أبرز ما تمخض عنها؟ نعم، يا تحية لك وتحية لجميع السيدات والسادة المشاهدين. أبدأ معك من حيث ما انتهى الاجتماع الأخير لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين قبل قليل مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي. قبل يعني دقيقتين تقريبا انتهى الاجتماع وغادر وزير الخارجية الإيراني من مقر وزارة الخارجية. الاجتماع مع وزير الخارجية الإيراني تقريبا استغرق بنحو 40 دقيقة، وهو ذات الحال مع وزير الخارجية السوري بسام صباغ. اجتماعات مكوكية تحصل هنا داخل وزارة الخارجية نتيجة لتسارع الأحداث كما يعلم الجميع في المنطقة، ولا سيما في الجانب السوري بالتحديد، وبالتالي إمكانية انعكاسات هذه التطورات الأمنية الخطيرة على المنطقة وكذلك حتى على العراق بشكل خاص، خصوصا إذا ما تحدثنا عن حدود تزيد عن 600 كيلومتر بين العراق وبسوريا. ورغم وجود تطمينات أمنية حديث السلطات الأمنية في العراق عن أن الخطة الأمنية مطبقة بشكل كامل وأن الأمر يسير بذات الهدوء وبذات الانتظام كما خطط له منذ سنتين وليس من الآن عند تسلم عبد الأمير الشمري وزارة الداخلية وإعداد خطة من أجل تأمين الحدود بشكل كامل لا سيما مع الجانب السوري. ولكن مع ذلك التطورات الأمنية المتسارعة تدفع بأن يكون هناك اجتماعات مكوكية بين العراق مع الأطراف ذات العلاقة لا سيما فيما يتعلق بالجانب الإيراني وكذلك السوري، وهذا ما حصل باجتماع وزير الخارجية فؤاد حسين مع نظيره بسام صباغ وزير الخارجية السوري. فؤاد حسين أعرب عن قلق العراق وأيضا ما يحصل في سوريا وإمكانية أن ينسحب هذا الأمر إلى الداخل العراقي بتطورات أمنية قد تنعكس سلبا، وبالتالي أوضح الصورة، أوضح القلق العراقي للجانب السوري. ضرورة أن يكون هناك مشاورات، تباحثات، مفاوضات من أجل التنسيق مع الجانب السوري من أجل أن لا يكون هناك انعكاسات سلبية على الجانب العراقي في ظل ما تشهده سوريا من تطورات أمنية متسارعة وخطيرة. وأيضا الجانب السوري أعرب في ذات الوقت بأن الجانب السوري أيضا هو يشعر بذات القلق الذي يشعر به العراق، بالتالي نتحدث عن تطورات أمنية متسارعة يعني قد تذكرنا بما حصل في عام 2014. وبالتالي خرجت الاجتماعات بين الجانب السوري والجانب العراقي بضرورة أن يكون هناك تفاهم لعدم تكرار التجارب السابقة والحديث هنا والقصد عن ما حصل في عام 2014 بتسلل عناصر داعش واجتياح أجزاء من العراق، وبالتالي هذا ما دفع أن تكون هناك اجتماعات حاليا مع الجانب السوري بشكل خاص، بالإضافة أيضا إلى الجانب الإيراني. فيما تحدثنا مثلا عن الجانب الإيراني لديه أيضا ارتباطات جيوسياسية مع العراق وكذلك حتى مع سوريا، وبالتالي يفترض أن يكون هناك اجتماعات مع الجانب الإيراني أيضا لضرورة التنسيق من أجل الوصول إلى ذات الأهداف التي يطمح إليها العراق إن كان دبلوماسيا وبالتالي انعكاسها على الداخل العراقي. وبالتالي هذه هي مجمل الأوضاع حاليا هنا في وزارة الخارجية، وسننتقل بعد ذلك يعني إلى اجتماعات أخرى بعد فؤاد حسين. يا آية، سيكون هناك لقاءات لوزراء الخارجية السوري والإيراني مع الرئاسات الثلاث وأيضا بشكل منفرد كما حصل هنا في داخل مقر وزارة الخارجية، ومن بعد ذلك سيعودون عند الساعة 4 من أجل هنا إلى مقر وزارة الداخلية من أجل تقديم إيجاز صحفي وإيضاح مخرجات هذه الزيارة وما تمحص وتمخض عن هذه الاجتماعات المكوكية. طيب بدر، هل هناك وقت معين لهذا المؤتمر الصحفي من أجل معرفة تفاصيل هذه الاجتماعات التي ستكون كما تحدثت لي طوال هذا اليوم؟ يعني آية، كما ذكرت لك بأن العودة ستكون عند الساعة 4 هنا إلى مقر وزارة الخارجية لوزيري الخارجية الإيراني وكذلك السوري. سيكون هناك إيجاز صحفي سيتحدثون به عن مخرجات هذه الزيارة، مخرجات هذه اللقاءات المهمة والتي تحصل بشكل منفرد وتتزامن مع أوضاع أمنية متسارعة، وبالتالي قد لا تخرج كثيرا كما نتابع ونشخص ما يحصل حاليا وكذلك البيانات التي تصدر. قد لا يكون الإيجاز هو بعيد عن ما
يخرج من بيانات. لغاية الآن خرج لدينا بيان تحدث عن الاجتماع الذي حصل بين السيد فؤاد حسين وكذلك السيد بسام صباغ، وبالتالي في هذه الدقائق أيضا سيصدر بيان من وزارة الخارجية ليبين أيضا ما تحدث به فؤاد حسين مع عراقجي وزير الخارجية الإيراني، وبالتالي المؤتمر سيتمحور وسيدور حول ذات المعلومات التي تم إصدارها في البيانات. نعم، كل الشكر لك مراسل التغيير من مبنى وزارة الخارجية العراقية بدر الركابي، وستكون معنا أيضا خلال الساعات القادمة من هذه التغطية. شكرا لك.